أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخت أم خالد. تفضلي يا أختي أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور الشيخ الله يعافيك. تفضلي. في واحد يا شيخ طال عمرك قدم على أرض منح ويوم أخذ له فترة جاه رجال وشراها منه بس الاسم قبل تطلع على راضي. شراها ب10,000 ريال. جلسوا حوالي حدود 8 سنوات. بعدين طلعت على راضي. والأراضي هالحين تسوى 300,000 أو 400,000. وجاه الرجال قال أنا شاري من قبل. هذا تالية تحسف. قال ما أدري هي حلال أو حرام. ما أدري شيء دخل فيها. ما أدري هي تجوز للشاري ولا الرعيها. هذا لا يجوز أن يبيع شيئا لم يقبضه ولم يستلمه. لا يبيع الأرض التي قدم في طلبها ولم يأتي الموافقة عليها من ولي الأمر. ولكن إذا ظهرت الموافقة والمنحة وتسلمها وقف على الأرض بحدودها وعرفها جاز له أن يبيعها. أما بيعها قبل ذلك فإنه بيع باطل لأنه باع ما لا يملك. نعم.